تعال نشوف المثال هذا. الآن تخيلوا معايا إنه في شركة في عندها 2000 outstanding bonds each convertible into 50 shares of $10 par value common stocks. في شركة في عندها 2000 سند، طبعا قيمة اسمية للسند $1000، قابلة للتحول. كل سند بده يتحول إلى 50 shares. طبعا كل سند بده يتحول ل 50 سهم عادي، القيمة الاسمية للسهم العادي $10. بقول هنا the bonds are converted on December 31st 2010، يعني هم قابلين للتحول او تحول في 31/12. When the unamortized discount is 30,000 and the market price of the stock is $20 per share. يلاحظ هنا السندات حولت في 31/12، وكان الجزء الغير مستهلك من الديسكاونت المتعلق بهذه السندات هو 30,000، وكان the market price of the stock $21. لو شفنا القيد تبعنا، القيد تبعنا بيقول كالآتي. طبعا طالما بنتكلم احنا على conversion، يبقى البونز بيابل اللي كان دائن ما عادش لازم الان لانه عملنا conversion على البونز، يبقى معناتها بيصير ديبت ب 2 مليون. من وين جبنا 2 مليون؟ هو 2000 بوند مضروبين في البار فاليو فور ايتش بوند. الان في عندي الديسكاونت اون بونز بيابل، كان هذا ديبت اكونت. الان عشان نعمل تسويه وتحويل للبونز الى ستوكس، يبقى هذا الحساب ما عادش لازم، يبقى صار لازم يصير كريدت. لان في مقابل هذول السندات احنا اصدرنا كامون ستوكس. الستوكس اللي اصدرناها هي عباره عن 2000 شير مضروبين في 50 50، اللي هم كل 2000 بونز مضروبه في 50 شير بير بوند، يعني 2000 سند في 50 سهم في $10 لكل سهم عادي، بيعطيني مليون. الفرق بيطرح على حاجة اسمها additional bidding capital، هو عبارة عن equity account ولكن خاص بمين؟ خاص بالcommon stocks. لكن النقطة المهمة وين؟ انه ايش اللي يخلي البوند هولدر اللي هو بياخدوا فوائد ثابتة انهم يحولوا سنداتهم الى اسهم؟ عشان يقبل حامل السند ليحول سنده الى سهم، لابد ان تقدم له حوافز. الحوافز هذه بنقول عنها سويتنس، اللي هي شوية محفزات. عشان كده عادة احنا بنعمل حاجة اسمها induced conversion، يعني التحول المرغب به او المحفز. وعادة الاشور اللي هي الشركة المصدرة للسندات wishes to encourage prompt conversion، بتشجع حاملي السندات ليحولوا سنداتهم لأسهم. بس السؤال، طب ليش هي بتشجعهم؟ قال لأنه معدل الفائدة في السوق أقل من معدل الفائدة اللي تدفعها على سنداتها. فمثلا معدل الفائدة في السوق 8% في حين هي بتدفع فائدة على سنداتها 12%. لأن من مصلحة الشركة تتخلص من هذه الديون، لأنه تكلفة الاقتراض بتاعتها بتكون عالية. في هذه الحالة فهي بتشجع حملة السندات ليحولوا سنداتهم إلى أسهم، عشان تتخلص من هذه الالتزامات المتمثلة في الفائدة العالية. السبب اللي بيخليها كمان تتشجع على أنها تعمل أنه مرات هو توفر إمكانية لبيع أسهم، لأنه سعر السهم تبع الشركة في السوق وضعه كتير كويس. ومرات بيكون في لدى البوند هولدرز رغبة في أنهم يحولوا سنداتهم إلى أسهم وامتلاك أسهم في الشركة. لكن عشان الشركة تحفز البوند هولدرز ليأخذوا قرار بتحويل سنداتهم إلى أسهم، كان لازم الشركة تقدم لهم سويتنر، شوية تحلاية خفيفة. اللي هي السويتنر هي عبارة عن additional consideration، عبارة عن مقابل إضافي، عبارة عن مقابل إضافي. يعني قيمة السند فرضا $1000، احنا بندفع له $1020. العشرين هذه هي عبارة عن سويتنر. فلما يعرف انه هو مش هياخد قيمة الالف، لكن الشركة صحيح بتدفع $20 زيادة على كل سند، لكن بتوفر في الفوائد الاف من الدولارات. المعالجة المحاسبية للسويتنر انه السويتنر هذا is an expense of the period. السويتنر يعتبر تكلفة او يعتبر مصروف، ويحمل على قائمة الدخل كمصروف من المصروفات.